بانتظار مصير الهدنة أو أي اتفاق قد يتم التوصل إليه، تبحث إسرائيل عن بدائل لاجتياح مدينة رفح، حيث نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية موثوقة قولها إن إسرائيل مصممة على شن عملية عسكرية في محور فيلادلفي أو صلاح الدين على الحدود الفلسطينية مع مصر، وفق ما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي. يأتي ذلك وسط تزايد تحذيرات الأمم المتحدة ودول كثيرة بينها الولايات المتحدة من تداعيات كارثية في حال اجتاحت إسرائيل رفح التي يوجد فيها نحو 1,400,000 نازح. هذا وقال ممثل منظمة الصحة العالمية إنهم أعدوا خطة طوارئ في حال حدوث أي توغل من القوات الإسرائيلية على جنوب غزة، موضحا أن الخطة لن تكون كافية لمنع حدوث ارتفاع عدد القتلى والانتشار المتوقع للأمراض. استهدافات متكررة وممنهجة أطالت مناطق شمال قطاع غزة، كان أبرزها استهداف منطقة بيت لاهيا ومقدرات البلدية التي تم تدميرها واستهدافها بشكل كبير جدا. سنستمع مع المهندس علاء العطار رئيس بلدية بيت لاهيا حول هذه الاستهدافات الممنهجة والمتكررة والأوضاع في منطقة بيت لاهيا. يعني تعمد الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة تدمير معظم مقومات الحياة في داخل المدينة، حيث دمر كما تشاهدون أبار المياه بنسبة 70% من الأبار التي كانت عاملة، تم تدميرها بشكل كامل، وأيضا دمر ما يزيد عن 50% من مضخات محطات ومضخات الصرف الصحي التي تعمل على ضخ المياه العادمة إلى الأحواض الشمالية للتخلص منها، وكذلك أيضا تم تدمير ما يزيد عن 95% من آليات جمع النفايات، حيث الآن تتراكم كميات ضخمة من النفايات في الطرقات وتقدر بآلاف الأطنان كما تشاهدونها. وأيضا تعمد الاحتلال تدمير شبكات المياه والصرف الصحي، وهناك تدمير حوالي 80 كيلومتر طولي من شبكات المياه والصرف الصحي وخطوط مياه الأمطار في داخل المدينة، وتدمير أيضا البنية التحتية بشكل كبير. استمعنا من حضرتك أنه في عمل صيانة لبعض المناطق، لكن في مناطق أخرى تم تدميرها بشكل كامل، لو تحدثنا بشكل بسيط عنه. يعني تسعى البلدية جاهدة إلى تقديم الخدمة ولو بالحد الأدنى، وعمل صيانة لبعض الخطوط الرئيسية التي من شأنها أن تعزز صمود وتواجد المواطنين وتقديم الخدمة لهم في منازلهم، ولكن هناك أحياء يصعب علينا ترميمها أو صيانتها لأن هناك تدمير كامل سواء للمباني الموجودة في داخل هذه الأحياء أو الطرق أو شبكات المياه والصرف الصحي، هناك انعدام كامل، هناك أحياء معدمة بشكل كامل، وهي حي الإسراء والإتوام والعطاطرة والسلاطين وحي الأمريكية وجزء كبير من حي السيافة تم تدميره بشكل كامل، لا توجد مباني، لا توجد أي مقومات للحياة في هذه الأحياء. إذن هو استهداف ممنهج لكل ما يمكن أن يعزز من صمود سكان شمال قطاع غزة باستهداف مقدرات البلدية وما يمكنه من خلالها تعزيز صمود السكان وتثبيتهم على أرضهم، ولكن هذا الاستهداف الممنهج من خلال ما تم تدميره من آليات وإحراقها بشكل ممنهج خلال ساعات الليل من طائرات الكواد كابتر وأي آليات يمكن أن تعمل على الأرض، هو الاستهداف الممنهج لتهجير مناطق بيت لاهيا من سكانها وخلق منطقة عازلة. من شمال قطاع غزة، عبد القادر صباح لقناتي العربية والحدث. إلى ذلك لا يزال عدد القتلى في ارتفاع وقد تخطى 34,600. بالأثناء قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا اليوم إن هناك 37 طفلا في غزة يفقدون أمهاتهم كل يوم، وصفة الأوضاع في القطاع المنكوب بأنها مروعة. وكشفت الوكالة عما يزيد على 10,000 امرأة قتلن في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وأضافت أن حوالي 155,000 امرأة حامل أو مرضعة يواجهن صعوبة بالغة في الحصول على المياه ومستلزمات النظافة الصحية. وللمزيد حول أوضاع غزة الآن وتحديدا الأوضاع برفح، معنا من هناك مراسل الحدث أسامة الكحلوت. أسامة، مساء الخير لك، معك نتابع المستجدات الميدانية.
نعم، نتحدث عن عشرات الغارات الإسرائيلية منذ ساعات عصر هذا اليوم حتى هذه اللحظة، غالبيتها بالمدفعية الإسرائيلية، سواء كان في المنطقة الشرقية لمدينة رفح أو في المنطقة الشرقية لمخيم المغازي. هذه المرة ضربت المدفعية الإسرائيلية الأراضي الزراعية والمنازل في المنطقة الشرقية لمخيم المغازي، كذلك الحال في منطقة شرق مخيم البرج وفي المنطقة الشمالية لمخيم النصيرات. وهذه المنطقة هي منطقة محاذية للنقطة الأمنية المقامة على شارع هارون الرشيد في المنطقة الساحلية لمدينة غزة. الطائرات المسيرة استهدفت تجمع للمواطنين في منطقة البصة في المنطقة الغربية لمدينة دير البلح، خلف هذا الاستهداف من طائرة مسيرة بسقوط ضحيتين وعدد كبير من الإصابات، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى. اليوم كان هناك سقوط أيضا لضحية وعدد آخر من الإصابات خلال تلقيهم المساعدات في مناطق شمال قطاع غزة، تحديدا في منطقة بيت لاهيا بعد سقوط حر لأحد صناديق المساعدات الملقى من الجو على المواطنين بشكل مباشر في مدينة بيت لاهيا. حتى هذه اللحظة التركيز منذ ساعات عصر هذا اليوم حتى هذه اللحظة هو بالضربات المدفعية الإسرائيلية ومسح كل المنطقة المحاذية للنقطة الأمنية على منطقة المغراقة، منطقة مدينة الزهراء. كل هذه المنطقة تتعرض لقصف مدفع عنيف ومسح لمنازل ومربعات سكنية في المنطقة القريبة من النقطة الأمنية. نتحدث هنا على حالة نزوح مستمرة حتى هذه اللحظة للسكان من شمال قطاع غزة باتجاه جنوب القطاع عن طريق النقطة الأمنية التي أقامها الجيش على شارع هارون الرشيد غرب مدينة غزة. يعني تحديدا بالإمكان الحديث على أن الضربات الإسرائيلية هذا اليوم انخفضت قليلا مقارنة بالأيام الماضية، خاصة على استهداف المنازل. ولكن في مدينة رفح تحديدا نتحدث على 3 استهدافات خلال 24 ساعة الماضية، خلفت هذه الاستهدافات ما يقارب من 8 ضحايا وعدد كبير من الإصابات، سواء كان على منزل عائلة شاهين وعائلة الشيخ العيد ومحيط معبر رفح البري بعد استهداف المدفعية الإسرائيلية بالطائرات. هذه إجمالي الأحداث هنا في قطاع غزة حتى هذه اللحظة. شكرا جزيلا لك أسامة كحلوت مراسل الحدث من رفح جنوب قطاع غزة على كل هذه الإيضاحات. نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر أمنية مصرية في مطار القاهرة الدولي قولها إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA ويليام بيرنز وصل إلى القاهرة لحضور اجتماعات بشأن الحرب في قطاع غزة. وتبذل مصر بالإضافة كذلك إلى قطر والولايات المتحدة جهودا حثيثة للتوسط بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل للأسرى. إذن نشير إلى هذه الأخبار العاجلة التي ننقلها عن إعلام مصري وهو بدوره ينقلها عن مصدر رفيع يقول أن القاهرة تستقبل وفد حماس غدا للبحث في هدنة غزة. إذن وفد حماس يتوجه إلى القاهرة غدا بحسب مصدر رفيع للإعلام المصري. يأتي هذا التطور كما ذكرنا سابقا في ظل وصول قائد CIA مدير CIA ويليام بيرنز إلى القاهرة أيضا. على كل ما زلنا نتابع يعني أي تفاصيل إضافية في حول هذه التطورات، ولكن بالداخل الإسرائيلي أيضا هناك مستجدات، حيث أظهر استطلاع للرأي أن 54% من الإسرائيليين يفضلون اتفاق هدنة مع حركة حماس يتضمن تبادلا للأسرى على تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي القطاع. في المقابل فضل 38% العملية العسكرية على التوصل إلى اتفاق، ولم يمتلك 8% رأيا محددا في هذا الشأن. الاستطلاع الذي نشرته صحيفة معاريف لفت إلى أن 79% من ناخبي الأحزاب اليمينية يؤيدون العملية العسكرية في رفح، مقابل 81% من المصوتين لأحزاب اليسار والوسط يفضلون اتفاق تبادل الأسرى. وللأسبوع الثاني على التوالي يواصل الإسرائيليون الرافضون للحكومة تظاهراتهم أمام منزل الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بني غانتس، ويطالبونه بمغادرة الحكومة في ظل عدم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح أكثر من 100 رهينة تحتجزهم حماس في غزة منذ 7 أكتوبر. ويتهم المتظاهرون الحكومة بسلسلة من الإخفاقات، منها التكلفة الباهظة في الأرواح البشرية والأضرار التي لحقت بإسرائيل جراء الحرب في غزة.